ومن الكرة الطائرة نروح لكرة اليد، حيث حقق الفريق الأول رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 30-24 في المباراة اللي أقيمت على صالة النادي الأهلي ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 15-12 قبل أن يواصل تألقه ويحقق الفوز في اللقاء بنتيجة 30-24، وبذلك ينجح الأهلي في تحقيق الفوز في الجولة قبل الأخيرة للمرحلة الثانية من بطولة الدوري، ومن المقرر أن تقام الجولة الختامية الثلاثاء المقبل أمام سبورتينج.